من الفقرات اللي انا بستناها من الاسبوع للاسبوع، لان هو واحد من اكتر الناس اللي انا بحبها ربنا وبستمتع بالكلام معاها في الكورة. عميدو منور الدنيا كلها. حبيبي يا ابراهيم، وان شاء الله باذن الله نعمل حلقة حلوة باذن الله. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. مية مية. كابتن حسام النهارده كان زعلان ومتضايق ان في ناس بتقلل من المنافسين اللي احنا بنقابلهم، وبتقلل من منتخب موريتانيا، وشايفين ان احنا عادي، ده احنا لو روحنا احنا كده واحنا قاعدين في الاستوديو هنكسب المنتخبات دي. شايف ان كابتن حسام محق في زعله وعنده حق ولا لا؟ اول حاجه لازم الناس تفهم شخصيه حسام حسن. حسام حسن ما بيعرفش يشتغل الا تحت الضغط، وهو لعيب على فكره، ما كانش بيعرف يلعب الا تحت الضغط. في ناس عندهم ذكاء كبير جدا، ان لو ما لقاش مشكله هخلق مشكله. هي دي طبيعه حسام حسن، وهي دي طبيعه ابراهيم حسن. يعني هو يعني ايه بيستدعي الضغط على نفسه. هو يحب جدا حسام حسن من نوع الاشخاص، انت فاهمني انا قصدي ولا اللي ما يحبش يخش ماتش كده ما فيهوش مشاكل. فطبيعته ان انا اخلق قصه عشان القصه دي تحطني تحت ضغط عشان اقدر اادي بشكل كويس. سواء هو، وعلى فكره هو لعيب كان كده، يعني ما يلاقي الدنيا سهله كده قبل الماتش بيومين يزعل، يحاول يختلق اي قصه تدخله في المود بتاع الجيم. فانا مش هطلع اقول كلام تقليدي، ما تسمعش كلام السوشيال ميديا، خليك ركز في شغلك كذا، لان انا عارف شخصيه حسام حسن كويس. حسام حسن بيحب الضغط. مش عاجبه ان المجموعه سهله، ومش عاجبه ان الناس بتردد الكلام ده، لانه رجل لا يستطيع النجاح دون ضغوط. لازم الناس تفهم بس برضه ميدو، انا يعني انا متفهم اللي انت بتقوله جدا، وده على فكره انا بحس ان انت برضه كنت كده. انت من الناس اللي كنت بتحب تحط تحت بريشر عشان تطلع، وده موجود في كل حته في الدنيا. فانا معاك جدا، انا بكلمك في حته سايكولوجيكال تمام، يعني وانا نفسيا وانا متفق معاك جدا فيها، لان انا برضه عندي قناعه ان الكلام المعلب اللي هو بتاع ان كلنا، ان انت تبقى فيك كليشيهات كده بتكرر وبتتقال، ما تنطبقش على كل الناس، لان اللعيب ده غير اللعيب ده، المدرب بالزبط. ده غير المدرب بالزبط. ده تمام بالزبط. واحنا كبني ادمين في اي شغلانه كل واحد غير التاني بالظبط تمام بالظبط. بس انا برضو في حته بالنسبه لي مستفزه جدا 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 جدا، ان انت في ناس بتطلع بتطل علينا يا ميدو بتقول كلام يعني ما ينفعش، يعني كلام ما زي مين؟ يعني زي ما من غير ما نقول اسماء، لا كلام ناس مثلا واحد يقول لك هو مرموش ده عمل ايه، مرموش ده يعني ده جاب حتى جوه التعادل. ايه يا عم ده، انت ما كنتش تعرف تعدي، مش تنزل الملعب، انت ما تعديش حتى من مطار برلين، مش تروح الدوري الالماني، ما تعديش من مطار برلين حتى. ما هو انا بس فانا بحط نفسي مكان واحد زي مرموش، يبقى عمال لسه كنا جايبينه دلوقتي فيديوهات هو بيتمرن في الجيم ومطلع عين نفسه، والمدرب بتاعه يقول لك كان بيجي في الاجازه بتاعته في الصيف بيتمرن مرتين في الساحل، الناس بتسهر ورايحه وعلى البحر وبتاع، اتمرن مرتين، مره الصبح ومره بالليل وبتاع، وبعدين في الاخر يلاقي واحد انا اسف يعني محسوب علينا لعيب كوره ونجم كبير واسم كبير قاعد في استوديو عمال يفطس فيه بكلام لا هو صح ولا مظبوط ولا منطقي ولا موضوعي ولا اي حاجه. طب احنا بنعلم الناس ايه؟ طيب.